السلام عليكم إخواني، تحيتي لكم. في هذا الفيديو سأعرض عليكم نتيجة التجذير الهوائية لشجرة الويزة أو التيزانة. قمت بها في الشهر 3 ولله الحمد نجحت. قمت بخدش الخدش على غصنها في هذه المنطقة، وركبت عليها هذه العلبة البلاستيكية ووضعت التراب، ولله الحمد لها جذور في الداخل ونسبة النمو كما تشاهدون نوعية جيدة، لها طعم الليمون، ذوق الليمون، تيزانة نوعية جيدة، والطريقة بسيطة سأعرضها عليكم لاحقا إن شاء الله. لا تنسوا دائما الدعم والاشتراك للقناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم.